عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، حياكم الله وبياكم واجعل الجنة مثواي ومثواكم. معك زهرة ناطني، معكم زهرة ناطني. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. كيف وعدتكم اليوم 7 فبراير، الحمد لله وصل هذا اليوم اللي كيف وعدتكم أنه غندير لكم فيه تيراج ديال giveaway proud Muslims. المهم أنا لغيت الإعجاب ديالي بالصورة، كنت دير لها إعجاب هكا وحيد الإعجاب من صفحتي الشخصية ومن من هاد الصفحة هادي، باش يبقاو فقط المشاركات اللي في هاد المسابقة. كيف خبرتكم أنه الشروط هي متابعة صفحة Proud Muslims وصفحة زهرة ناطني وقناة زهرة ناطني، مع إرسال سكرين شوت على صفحة Proud Muslims اللي هي هادي. أوكي، وقلت لكم تاق الخمس صديقات اللي غادي تطاقيوهم هنا في لي كومونتير، مفهوم؟ اذا على بركه الله غادي ندخل هنايا لاجام. كيف وعدتكم انه السحب بغى يكون من لاجام، غادي نشوف. كنت دائما كنقول شي حد يعطيني رقم انني نحسب به، ف دابا شحال نشوفو تليفوني فيه 26%. اذا غادي نتبع بهذا الرقم. غندير تليفوني زعما الشارج اللي في تليفوني هو اللي غادي نحسب به 26%، يعني نحسب على 26 ان شاء الله. فبسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بنات اللي غادي تجي هي الفوقانية هي اللي تكون فائزة، مفهوم؟ 17 18 19 20 21 22 24 25 26. هيا آية كي والا هذا يا سيد، شوفوا واش مصيفطة ميساج للصفحة. ايا ما مصيفطاش ميساج للصفحه، اول حاجه اش دايره لا جيم ما دايراش لي جيم. الوغ ايا ملغيه نكملوا التيراج ديالنا، نعاودوه من جديد، نعاود نحسب دابا على 25. تليفوني فيه 25%. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 مامي دو يحيى. اذا غندخلوا هنايا، شوفوا ها هو الشرط الاول دايره، دارت المتابعه. اذا نشوفو مامي دو يحيى واش دايره، اعجاب Proud Muslims وزهرة ناطني. ها هو Proud Muslims، ها زهرة ناطني، باقي
التعليق باقي التعليق واش دايره طاق الخمس صديقات قلبوا على مامي دو يحيى قلب هنايا على الكومونتير ديال مامي دو يحيى واش كاين الله يخلي ليها يحيى شوفوا هانك وتر قمت لعليش الكومنتر ديال مامي دو يحيى ان شاء الله يا ربي تكون دايره قلبوا كومنتر كومنتر بيت بيت دار دار زنقه زنقه مهم الشروط الاولى راه تبقى باقي لينا غير غير الكومونتير ديال خمس صديقات مامي دو يحيى فينك صاحبتي فينك فينك مامي دو يحيى وين غبورك يا خيتي نعود نتأكد هو الفيديو باقي كيتسجل يعني كلكم معايا في هاد اللحظات كنشوفوا الاخت واش كاينه هنا التعليق ديالها ولا لا باقي ما لقيتوش انا قلبت وعاود تقلبت هذه المره الثانيه ف كنعاود نقلب لكن باقي ما لقيتوش مامي دو يحيى فينك صاحبتي قلبو حفصة بنت ختي محيحة تبارك الله المهم هنا ما لقيناش مامي دو يحيى كاع ما كاين عندنا هنا في التعليقات يعني حتى هي تلغات للاسف نعاود تيغاج من الاول تليفوني فيه 23% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ماما نسيليا ماماس هي هادي بسم الله ها هو الشرط الاول نطبقه شوفوا الشرط الثاني نطبقه ها براود مسلمز ها زهرت ناطني الاعجاب بالصوره راه مطبقه باقي خصني نشوف غير الطاق الطاق ديال خمس صديقات اخوات الطاق ديال خمس صديقات راه مذكور ضمن الشروط ها هو متابعة الصفحة صفحة زهرة ناطني قناة وطاق الخمس صديقات وإعجاب بالصورة مهم هادو راهم وإرسال سكرين أكيد مهم هادو راهم تكورن هنايا قلنا ما ماس باقي ليها غير الطاق ديال خمس صديقات نشوفوها حتى واش دايره ايوا ومن بعد ان شاء الله غادي تكون هي الفائزه الا كانت دايره اكيد
الاخت اللي قبل منها ملقيناش دايره الطاق، فضاعت منها الفرصه للاسف. ان شاء الله عقبال مره اخرى شوفوا هاد الاخت ان شاء الله يكون محالفة الحظ، الله اعلم. ها هي هو الكومنتير ديالها هو الفوقاني، هو هذا طاقية خمس صديقات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمس. إذا كتبوا ليها ألف مبروك الفوز. نتواصل معها عبر الخاص. السلام عليكم ورحمة الله. اذا هذه هي الفائزه، تبارك الله كانت شاركت قبل في المسابقه الثانيه. ايوا ان شاء الله الحمد لله راح الحظ في المسابقه. الف مبروك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عقبالكم كاملين مرات اخرى في مسابقات اخرى ان شاء الله.